إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نبقى مع الأمسية الدينية بصحبة الزميل محمد عبد الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان تحية طيبة، ونحن نقدم لحضراتكم هذه الأمسية الدينية. إخوة الإيمان، ما أجمل هذه اللحظات الطيبة التي تصفو فيها النفوس وتطمئن القلوب، لحظات لا يعرف قدرها إلا كل ذي عقل مستنير وقلب مطمئن بذكر المولى تبارك وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إخوة الإيمان، ما أحوجنا ونحن في هذه اللحظات الطيبة أن نبدأ هذا اللقاء الطيب المبارك بالقرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد علي الطروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقا إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال
ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم فتعالى الله الملك الحق
ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وعصى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة.
حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم ورزق ربك خير وأبقى
وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أسماعنا وأبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، وكانت خير استهلال لهذه الأمسية الدينية التي نقدمها لحضراتكم عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوتنا في رحاب الإيمان، ومن روضة القرآن الكريم إلى روضة العلم والعلماء، نستمع الآن إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الشيخ محمد حسن قاعود من علماء الأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين، لك الحمد يا ربنا حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا. وأصلي وأسلم على النبي المصطفى وعلى الصحب الذين اجتبى، أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، ما أجملها من هدية وما أعظمها من ثواب وما أفضلها من مكافأة. إنها مكافأة غالية وهدية ثمينة، تلك التي أعدها الله لعباده الطائعين المخبتين المنيبين المستعينين به والعابدين له والمتوكلين عليه. وهل هناك أعظم من الجنة؟ وهل هناك أفضل من نعيمها؟ وهل هناك أجمل من زخرفها وزينتها وحور عينها وأنهارها وحريرها وسندسها وصحافها وأكوابها؟ إن هذا كله وغيره أعده الله تعالى لعباده المحسنين، لعباده المتقين المخلصين الذين وهبوا أعمارهم لله وقضوا نحبهم في طاعة الله. فمن حرفوا إلى المعاصي وما بدلوا المعروف إلى منكر وما تركوا طريق الصواب واتبعوا طريق الخطأ وما قلبوا الحق إلى باطل، إنهم فئة عظيمة، تلك الفئة التي أعد الله لها الجنة بأعمالهم وبحسن طاعتهم وبرحمته وفضله سبحانه وتعالى.
أعد لهم أعظم مكان وأجمله، إنه الجنة. فهي لمن؟ يقول الله عن الجنة: للذين أحسنوا الحسنى، أحسنوا أعمالهم وأحسنوا أقوالهم وأحسنوا في كل ما يكلفون به. ألم يوجد الله تعالى البشر في هذه الحياة وفي هذا الكون الفسيح من أجل هذا الإحسان في العمل والإحسان في الصنيع؟ يقول تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ابتلاء واختبار وفتنة وتمحيص ليختار الله من بين خلقه، من بين عباده، من أحسن عملا وأحسن صنعا وأحسن عبادة وأحسن معاملة وأحسن طاعة في هذه الحياة الدنيا. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فلذلك سمى الله تعالى الجنة بالحسنى. لماذا؟ لأنها أعدت للذين أحسنوا، لأنها تهيأت وتزينت وتزخرفت للذين أحسنوا أعمالهم في الحياة الدنيا، فإن لهم المنزلة الرفيعة في الدار الآخرة، إن لهم المقام الحسن والمكافأة الغالية في الدار الآخرة وهي الجنة. للذين زينوا أعمالهم بطاعة الله في الدنيا أعد الله تعالى لهم دار الزينة ومكان الطمأنينة ومستقر الخلود إلى الراحة في الدار الآخرة بعد تعب وشقاء وبعد فتن وابتلاء كابدوا ذلك كله في الدنيا وصبروا على ذلك كله حرصا على طاعة الله سبحانه وابتغاء مرضاته، فأرضوا الله بأعمالهم وطاعتهم، فلذلك رضي رب العالمين عنهم، رضي عنهم في الدار الآخرة وهو ينادي أصحاب النفوس المطمئنة قائلا لهم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ثم هل بعد هذا الفضل الإلهي والامتنان الرباني من فضل وعظمة؟ نعم، فهناك ما هو أفضل من الجنة، وهناك زيادة على الجنة، وهناك منزلة عظمى ومكانة كبرى أعظم منزلة من الجنة وأكثر مقاما وشرفا منها. ما هي هذه المنزلة؟ إنها رؤية وجه الملك سبحانه وتعالى. لذلك قال ربنا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى هي الجنة، والزيادة رؤية وجه رب العالمين سبحانه وتعالى. فالوجه الذي أبدع هذا الجمال الفائق يتمتع أهل الجنة بالنظر إليه. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفي الحديث الذي رواه مسلم بسنده عن سيدنا صهيب رضي الله عنه أن رسول الله قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة
وأهل النار النار. نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجسكموه. فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف لهم الحجاب فينظرون إلى الملك الوهاب، إلى وجه رب العالمين. فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه، ولا أقر لأعينهم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه هي الزيادة، هذا هو الكرم الإلهي لأهل الجنة جميعا. فوجوههم منيرة مشرقة مستبشرة، وهم أصحاب الجنة. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، أصحابها فهم سكانها، أصحابها فهم المخلدون فيها، أصحابها كأنها صارت ملكا لهم، ميراثا عظيما لما قدموه من أعمال في هذه الحياة الدنيا. لقد تركوا ميراثا ضخما وتركة هائلة من الأعمال الصالحة، فبقي لهم هذا الميراث مع ميراث الجنة. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. اللهم إنا نسألك في يومنا هذا وفي ليلتنا هذه أن تجعلنا من أصحاب الجنة، من سكان الجنة، من المستقرين في الجنة. اللهم قرب بيننا وبين كل عمل يقربنا إلى الجنة. اللهم إنا نسألك أن تباعد بين وجوهنا وبين النار، ونسألك ربنا أن تسكننا الجنة دار القرار. اللهم آمين، اللهم آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الشيخ محمد حسن قاعود من علماء الأزهر الشريف، ونحن نواصل مع حضراتكم فقرات هذه الأمسية الدينية التي نقدمها لكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ما أحوجنا إخوة الإيمان ونحن في هذه اللحظات العطرة أن نرفع كف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء والابتهال مع المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا والفرقان.
اغفر ذنوبي يا رب، استر عيوبي يا منزل الآيات والفرقان، اغفر ذنوبي بحرمة القرآن. اشرح به صدري، يسر به أمري، اشرح به صدري، لمعرفة الهدى، واعصم به قلبي من الشيطان، واغمر فؤادي يا رب، واغمر فؤادي طاعة وهداية، وأنر سبيلي من سنة القرآن يا اشرح بي صدري لمعرفة الهدى، واعصم به قلبي من الشيطان يا رب، واغمر فؤادي طاعة وهداية، وأنر سبيلي من سنى القرآن، واغمر فؤادي يا رب، واغمر فؤادي طاعة وهداية، وأنر سبيلي من سنى القرآن، واغمر فؤادي طاعة وأنر سبيلي من سنى القرآن يا رب، أنت الذي أطعمتني وسقيتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي صورتني وخلقتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي صورتني وخلقتني وجعلت صدري واعي القرآن يا رب، فلك المحامد
والفضائل كلها بخواطري وجوارحي ولساني. سيدنا النبي صلى عليه، صل ربي وسلم وبارك عليه. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، بهذه الابتهالات والمدائح النبوية التي قدمها لنا المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع، نأتي بحضراتكم إلى ختام هذه الأمسيات الدينية التي قدمناها لحضراتكم عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، وفي الختام تقبلوا أرق تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي محمد عبد الحق من أسرة المذيعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.